بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم إن شاء الله يا ثالث نكمل لوحدة 13 من مادة فقه 2 بعنوان الحكم الوضعي. تعريف الحكم الوضعي هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بجعل الشيء سبب لشيء أو شرطا له أو مانع منه أو كونه صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة. المقصود من التعريف أو شرح التعريف اللي هي الحكم الوضعي اللي هي أن الله تعالى وضع أشياء ونصبها علامة على إثبات حكم أو نفيه أو صحته أو فساده أو أي أمر يعني، أو حتى كونه رخصة يعني جعل الشارع لهذا الأمر رخصة أو عزيمة أو دل على نفيه أو صحته أو فساده. فالحكم يوجد ويكون صحيحا بوجود له سبب وتوفر اللي هي شرطه وتوفر شرطه وانتفاء مانع وينتفي أو يكون فاسد بانتفاء السبب أو مثلا تخلف الشرط أو وجود مانع، وقد يكون في بعض الأحوال رخصة وفي بعضها عزيمة بحسب اللي هي ما يضعه الشرع من الأحكام للأحوال المختلفة. طيب نبدأ بأقسام الحكم الوضعي. اختلف الأصوليين في عدة أقسام الحكم الوضعي، عندنا السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد والبطلان، الرخصة، العزيمة. سيأتي اللي هي شرح تفصيل على كل نقطة من الأحكام الوضعية. السبب اللي تعريفه لغة كل شيء يتوصل به إلى غير، اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، ومعناه أن السبب إذا وجد وجد الحكم وإذا تخلف تخلف الحكم. مثل الوقت، قد جعله الله سبب لوجوب لإقامة الصلاة في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فجعل اللي هو وجود اللي هي الدلوك وهو زوال الشمس وجد اللي هي الحكم ووجوب إقامة صلاة الظهر. الشرط المقصود فيه لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. من المثال، مثال على الشرط اللي هي الطهارة للصلاة، يعني شرط في صحتها. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا انعدمت الطهارة لم تصح للصلاة، وإذا وجدت الطهارة لا يلزم له من وجودها وجود الحكم وهو صحة الصلاة لكونه مثلا صلى قبل الوقت. المانع تعريفه لغة الحاجز بين شيئين، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والمعنى من أسباب الحكم إذا كانت توفرة فمقتضى ذلك أن يوجد الحكم، ولكن يأتي مانع يمنع من الحكم مثل الحدث جعله النبي صلى الله عليه وسلم مانع من صحة الصلاة. يعني أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الصحة صحيح المقصود فيه الوطن السليم للمرض، واصطلاح ما ترتبت أثار فعله عليه في العبادات أو العقود. وتطلق الصحة على أمرين، الصحة في العبادات وفي العقود. في العبادات يعني إذا أدى الشخص كل عبادة يعني أديت تمثال لأمر الله فبرأت ذمته وسقط بها الطلب، ولا تكون العبادة صحيحة إلا بتمام شروطها. الإنسان إذا صلى صلاته تامة بأركانها ووقتها وبشروطها فإنها تقبل منه بإذن الله وتصح صلاته، يعني تصح صلاته القبول من الله. الصحة في العقود والمعاملات، ما ترتب الأثر المقصود من العقد عليه، يعني إذا تم هذا البيع أو العقد أو المعاملة من اللي هي مثلا مثال عندنا إذا اشترى مثلا شخص سيارة مراعي في شرائها لشروط صحة البيع، فعند ذلك صح البيع ويترتب عليه أثار هذا الشراء عليه، فتنتقل لملكية السيارة إليه فيباح له الانتفاع بها بالركوب وغيره. الفساد لغة تغيير اللي هي الشيء من حالته السليم إلى حالة السقم، واصطلاح ما تترتب أثار فعله عليه في العبادات أو العقود. إطلاقات الفساد، يطلق الفساد على أمرين، الفساد في العبادات، فالفاسد من العبادات هي كل عبادة أديت على وجه غير موافق للشرع فلا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، وتكون العبادة فاسدة إذا فعلها غير مراعي لشروطها وأركانها. مثال أن نصلي العصر قبل دخول الوقت. يطلق أيضا الفساد على العقود والمعاملات، مثلا لو شرى شخص مثلا سيارة بغير رضا صاحبها فعند ذلك لا يصح له البيع ولا تترتب أثار هذا الشراء عليه، وأيضا لا تنتقل ملكية السيارة إليه. طيب حكم فعل العبادات والعقود الفاسدة محرم،
إن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا له شروطا ليست في كتاب الله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل حتى وإن كان 100 شرط. طيب الفرق بين الباطل والفاسد، نشوف. طيب مو موجود عندكم هذا الفرق في الكتاب النسخة الجديدة لذلك نتركه. طيب ننتقل للعزيمة، مشتقة من العزم وتطلق على معنيين: قصد المؤكد في قوله تعالى ولم نجد له عزما، أي قصدا بليغا متأكدا، وسمي بعض الرسل بأولي العزم. المعنى الثاني القطع في قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا قطعت الرأي فتوكل على الله في إمضاء أمرك، واصطلاحا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. طيب شرح التعريف: الحكم الثابت ويخرج اللي هي غير الثابت وهو المنسوخ، لأنه ليس مشروعا أصلا فلا يسمى عزيمة، ويتناول جميع الأحكام التكليفية. طيب تعريف العزيمة اللي هي اصطلاحا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. طيب الحكم الثابت اللي هو غير وهو غير الثابت اللي هو غير منسوخ، أو عفوا المنسوخ ليس لأنه ليس مشروعا أصلا فلا يسمى عزيمة. بدليل شرعي يعني يخرج الثابت بدليل عقلي، فإن لا تستعمل فيه العزيمة للرخصة، خالي عن معارض أي لا يثبت دليل شرعي يخالف هذا الحكم. مثال: وجوب الصلاة تامة في أوقاتها في الحضر، ووجوب صوم رمضان. حكم العمل بالعزيمة واجب لأنها الأصل وثبتت بالدليل الشرعي، ولا يجوز تركها إلا إذا وجد معارض أقوى فيعمل فيه، وهذا ما يسمى بالرخصة. طب ما المقصود بالرخصة؟ لغة مشتقة من الرخص وهو اليسر والسهولة، واصطلاح ما ثبت على خلاف دليل شرعي المعارض الراجح. شرح التعريف: ما ثبت على خلاف دليل احترازا مما ثبت على وفق الدليل فإنه لا يسمى رخصة بالعزيمة كالصوم في الحضر. طيب مثال القصر: الصلاة الرباعية في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر أيضا. طيب ذكرنا اللي هي الرخصة عدة أسباب: السفر مثل قصر الصلاة الرباعية، المرض مثل التيمم مثل التضرر باستعمال الماء، الإكراه مثل العفو عن التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان، النسيان صحة مثلا صوم من شربه صائم، الجهل إذا جهل مثلا الشفيع، البيع فإنه يعذر اللي بتأخر الشفعة، العسر عموم البلوى مثل الصلاة مثلا مع وجود نجاسة يسيرة المعفو عنها، والنقص اللي هو عدم تكليف النساء ببعض ما يجب على الرجال مثل الجمعة والجماعة. طيب تنقسم الرخصة إلى رخصة واجبة ومندوبة، وأيضا مباحة ومكروهة، ورخصة الأولى فيها تركها. الواجب مثل التيمم المريض، رخصة مندوبة مثل قصر الصلاة الرباعية، مباحة مثل السلم والإجارة، المكروهة السفر لأجل أن يترخص مثلا بالفطر والقصر. رخصة الأولى تركها لاحتمال مثل الأذى في من يكره على التلفظ بكلمة الكفر بلسانه، فيجوز له أن يترخص، والأولى له الصبر والتحمل. طب ما الفرق بين العزيمة والرخصة؟ تتفق لي العزيمة والرخصة بأن كل منهما قد ثبت بنص شرعي، ويفترقان بأن العزيمة أصل الأحكام التكليفية، أما الرخصة فهي استثناء من هذا الأصل لإحذار تبيح ذلك. الفرق بين الحكم طب هنا تلخيص يعني الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي. من حيث الخطاب: التكليفي طلب أداء متقارب بالأسباب والشروط، أما الوضعي خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على الحكم. من حيث القدرة: يشترط فيه قدرة المكلف على فعل الشيء، لا يشترط فيه قدرة المكلف. من حيث العلم: يشترط أن يكون معلوما للمكلف وأن يعلم أن هذا التكليف صادر من الله. الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم، ولذلك يضمن الناس والساهي وغيرهم ما أتلفوه وإن كان لا يعلم. من حيث التكليف: لا يتعلق إلا بالفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف. أما بالنسبة للحكم الوضعي
فيتعلق بالمكلف وغير المكلف، ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب. طيب عندنا آخر شيء اللي هو أركان الحكم. الركن الأول الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والرسل مبلغون عن الله لا يثبتون أحكام الابتداع من عند أنفسهم، والمجتهدون مستكشفون لحكم الله لا مبتدئون له. يقول الله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. الركن الثاني اللي هو المحكوم فيه وهو ما تعلق به خطاب الشارع أو هو الفعل المكلف به. قال تعالى وآتوا الزكاة، فهذا إيجاب الزكاة وهذا الأمر متعلق بفعل المكلف. قوله أيضا إذا حللتم فاصطادوا، إفادة اللي هي إباحة اللي هي الاصطياد بعد التحلل من الإحرام. وتكون التكاليف الشرعية لازمة للمكلف إذا اجتمع فيه وصفان، أن يكون معلومة للمكلف، فالجهل ينفي التكليف. فلو جهل الإنسان كون الطمأنينة ركن من أركان الصلاة وكان يصلي مثلا زمانا بلا طمأنينة ثم علم بهذا الحكم، فإنه لا يطالب بقضاء ما عليه من صلاة قبل. الثاني أن يكون مقدور المكلف ليس خارج عن طاقته، وهذا حاصل بجميع تكاليف الإسلام. يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال حين أنزل هذه الآية قد فعلت. الركن الثالث من أركان الحكم اللي هي المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق به خطاب الشرع، ولا يكون هذا المرء مكلفا إلا باجتماع العقل والبلوغ شرطين. ودليل ذلك اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم اللي هي النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، على المجنون حتى يعقل. طيب نشوف السؤال الرابع، نحل السؤال الرابع فقط. صنف الأحكام التالية: الأحكام مضعية وتكليفية. الحنث في اليمين سبب لوجوب الكفارة، هل هذا يعتبر حكم وضعي ولا تكليفي؟ حكم وضعي. من حنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين، حكم تكليفي. لا يصح إخراج كفارة اليمين قبل وجود اليمين أصلا، حكم وضعي. الوضوء شرط لصحة الصلاة، وضعي. الحدث مانع من صحة الصلاة، أيضا وضعي. وضوء المحدث واجب قبل الصلاة، أيضا حكم. وضوء المحدث واجب قبل الصلاة، هذا أيضا يعتبر وضعي. طيب كده نكون اللي هي انتهينا من الوحدة الثالثة عشر. استودعتكم الله، شاكرة لكم استماعكم.